مشاهدي تلي لوميير ونورسات، الله معكم. قمة عنايا قمة القديس شربل لونت تل جبيل الجبلية وطارت شهرتها إلى أقاصي المعمورة. ما من أحد يزور لبنان إلا وتجذبه عنايا ليغتني من قديسها ويمجد الله على عطاياه الوفيرة. شربل وعنايا توأمان كما لبنان وشربل توأمان أيضا. هذا مصير كل مؤمن يتحد بالله ويشهد لحضوره. فمن عنايا إلى الكنيسة الجامعة حبيس فقير طاف العالم بأسره. نتابع التعرف على قداسة شربل من خلال شفاءات كثيرة بشفاعته، ونرحب بالأب لويس مطر قيم دير مرمرون عنايا ضريح القديس شربل. أهلا وسهلا فيك أبونا. أهلا فيك ومثل المياه عندي. أولا شو أهمية عنايا اليوم اللي ارتبط اسمها باسم القديس شربل وصارت معروفة بالعالم كله طالما هي ملتصقة بالقديس شربل؟ وبس يقولوا بيصلوا من دير عنايا المشهور حاملين العنايا معهم مشايني. عنايا صارت كلمة صلاة وخشوع ورهبي لكل المطربين بالعالم والناس اللي عم بيسمعوا بعناية. عناية بطلت تكون ضيعة بسيطة، صارت ضيعة حاملة أداسي بقلبها. كانت فقيرة والفقير فيها كان فقير، صارت غنية وصار هو شفيع بالسماء. فشكرا لربنا على هالنعمة أكيد. أول وصلنا للشفاء رقم 17 مع مين؟ الرقم 17 صار مع السيدة رحاب خليل عون من موليد بدادون، متأهلة من السيد وديع كلوبيز سباير من عجلتون، مغتربة في دبي. وكما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية، لقد ظهر لي ورم تحت الإبط لجهة الشمال، فدخلت إلى مجمع الشنار الطبي في دبي واهتمت به الدكتورة أمال الشنار، وبعد إجراء عدة فحوصات طبية دقيقة وصور شعاعية خافت الطبيبة في أن يكون الورم حاملاً لمرض السرطان، فطلبت مني أن أتوجه حسب رغبة الدكتور ميشيل عميرة إلى طبيبي في لبنان. وأنا خائفة من وضعي الصحي ابتدأت بالصلاة لمر شربل وأخذت بركته ودهنت بزيت مر شربل، وكل إيمان بأن مر شربل سيشفع بي عن ربي يسوع المسيح ويشفيني من مرضي. ثم أتيت من دبي ودخلت مركز TDT مركز مر شربل في زحلة، وأجرى لي الصور الدكتور محمود سليمان، فتبين بالصور المخبرية والشعاعية اختفاء الورم والشفاء التام. يعني بس دهنت بزيت مر شربل بإيمان اختفى المرض منه. لذلك جئت مرفقة بالتقرير الطبي من دبي ولبنان وشكرت مر شربل على شفائي، وسجلت الأجوبة ب 15 أيلول 2019. الشفاء رقم 18. السيدة إليانا الياس صفير من موليد ريفون، متأهلة من السيد جوزيف كامل عمار من عين إبل، ممرضة وأم لولدين ومقيمة في ساحل علمة. وكما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية، ابتدأت العوارض تنتابني ابتداء من 6 أيار 2018، فابتدأ الورم في وجهي والألام في بطني كأن السكاكين تعمل في معدتي. دخلت مستشفى أوتيل ديو، وبعد أن أجرى الأطباء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم كبير على البنكرياس. إن وضعي صعب والعملية ضرورية، ونصحوني بمراجعة عدة أطباء في لبنان وفي الخارج. صليت كثيرا في هذه المرحلة خصوصا للعذراء مريم ولمار شربل الذي زرته وأخذت بركة من قبره، وما زلت إلى اليوم أتبرك بها. وكذلك صليت للقديس ريتا، وكنت أطلب من مار شربل والعذراء مريم أن يكون الورم حميدا بدرجة ثانية بدل الدرجة الثالثة. ظهر مار شربل على زوجة أخي في الحلم وقال لها:
سأشبيها. وكذلك رأيته في الحلم وكنت أغرق في البحر، فرأيته يمشي على مياه البحر ومد يده وقال لي شفيتك. أجرى الدكتور عبود العملية الجراحية وانتزع الورم مع الطحال، وعندما صوروني بعد العملية بالصور الشعاعية تبين وجود الطحال تاني مكان اللي شلو. وهذه الأجوبة صارت، نزعوا لك المرض مع الطحال، لكن بيرجع بيرد لها مرشار من الطحال محله. فقال لي الطبيب الله بيحبك، شفائي تم، فجيت مع كامل التقارير الطبية أشكر مار شربل، وسجلت العجوبة ب 17 أيلول 2019. الشفاء رقم 19، شفاء رقم 19 مع الأنسي جورجيت مراد الخوري مخيل من مواليد 1975، موظفة سنترال في مدرسة الوردية بجبال. وكما تخبر عن حالتها الصحية، ابتدأت يدي اليمنى تؤلمني، فتوجهت إلى مستشفى سيدة مارتين في جبيل، حيث اهتم بعلاج يدي الدكتور أميل أبي حبيب والدكتور زياد جوزيف أبلان. وبعد علاج بالأدوية والإبر لمدة 4 سنوات، صرت مجبرة على تعليق يدي في رقبتي. عند هذا الوضع قرر الطبيب إجراء عملية جراحية. خفت على يدي، فابتدأت بالصلاة لمار شربل وطلبت شفاعته عند الرب يسوع، ودهنت يدي بزيت مار شربل. اختفى الوجع فورا وشفيت يدي. نسيت شفاعة مار شربل ولم أشكره بتسجيل العجوبة، فظهر علي في الحلم وعاتبني وأجبرني على تسجيلها. فذهبت إلى طبيبي الدكتور زياد جوزيف أبلان، حيث بعد فحص يدي سلمني التقرير الطبي وأكد شفائي، فجئت مار شربل وشكرته وسجلت العجوبة ب 17 أيلول 2019. كان هي حابة تخبر عجوبتها بس ما سمحوا لها بالمدرسة. تقدر تترك اليوم أنت دوام أبونا. رح نتوقف نحن وياك مع كمان شفاء، لكن نحن عم نقول إنه هالشفاء اللي رح نتعرف عليه هو رقم 33، الشفاء اللي تم تسجيله قبل تصوير هذه الحلقة. رح نكون مع حارس بولس الخوري لحتى يخبرنا عن هذا الشفاء. أهلا وسهلا فيك حارس. أهلا فيكم. خبرنا شو صار معك وكيف تم الشفاء بشفاعة القديس شربل. إيه أكيد، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. أنا شخصياً بال2014 طلع لي مثل دملة بأسفل البطن، يعني تحت الذكرى بشي 5 سم، حجرت بعدين طلعت دملة. صرت استعملها مع أكيد أحد الأطباء أصحابنا اللي هو حكيم متخصص بالجلد، بانيوسين وفيسدين وهالأخبار والمراهم. بعدين ظهر حوالي أكثر من وحدة، 4 5 6، سألت حكيم تاني كمان اختصاصي جلد، بيقول لي هيدا الشيء اسمه تقاليل، تواليل بالعربي بسموه. رحت عند أكثر من حكيم وعند أكثر من صيدلي واستعملت كذا مرهم وكولي إياهم بطريقة الأسيد أوريك وخبار. آخر حكيم وصلت له على أوتيل ديو، آخر دكتور بينصحني بيقول لي ما بيسوى الإدوية اللي عم نحطها على الجلد وعم تخرق الجلد، عم تنزل على الجيوب تبع مجرى البول. نحن بننصحك تروح عند بروفيسور أو دكتور اختصاصي بالمسالك البولية. وهون كانت أول عملية بمستشفى مارتين بال2015، عملية جراحية ونمت فيها 48 ساعة بالمستشفى. وللأسف بعد 7 أشهر أو 8 أشهر رجعوا ظهروا بكمية أكثر وبحجم أكبر. بالألفين وتحملتهم ورجعت حط لهم مراهم وإشياء. بال2016 بروح عند دكتور تاني كمان اختصاصي مسالك بولية وجراح، وبيعمل لي عملية جراحية بس ببنج موضعي. أول عملية كانت ببنج عمو،
عملت عملية ببنج موضعي شي 4-5 ساعات بالمستشفى وفلت بال2017 رجعوا بيا. بروح عند حكيم ثالث بسيدة لبنان، ما بدنا نذكر أسامي حكمة مع احترامنا لشغلهم كلهم وكلهم بحترمون وأصحابنا. بروح عند ثالث دكتور بمستشفى سيدة لبنان كمان بيعمل لي عملية جراحية ببنج موضعي ب4-5 ساعات شغل. بال2018 رجعوا طلعوا صار حجمهم كتير كبير وصار كميتهم أكثر من 100 وحدة. براجعوا لآخر حكيم كنت عنده بال2019 بيكون نهار ثلاثة بيقول لي تعال عندي نهار الجمعة أنا حجز لك البلوك وفي عملك عملية استئصال. بروح نهار الجمعة بوصل لهونيك بنيمني على الشريو بيعبي إبرة البنش وبيبرم هيك ليجيب المكنة والعدة تبلش بالشغل. بمسك إبرة البنج من حدي أنا بقول له حكيم هاي إبرة البنج وأنا ما بقى بدي أتحكم عند أطب الأرض، أنا عم طالع عند مر شربل عند طبيب السماء. الحلو أنه هو الحكيم مؤمن بينبسط بالخبرية وبيقول لي الله يعطيك عنيتك وأنا ما بجبرك تعمل شيء، مع أنه كنت جيب له موافقة وجيب كل شيء ومحضرين كل شيء العملية عن الشريو. قمت والله جاي عن محبسي. شو خليك تقوم عن الشريو؟ شو اللي خليك تقوم عن الشريو لحتى شو فكرت بهاللحظة؟ ما فكرت قبل إنك تزور مر شربل؟ أنا يعني في محل واحد قدرت شوف في من مر شربل إنه هيك عم بيقرب مني هو بالصورة. هلأ أجيلك الحديث. يعني بس إنه في شيء ضغط علي قال لي قوم فل عن الشريو. وما تعمل العملية. يعني إبرة البنج حدي وأنا شيل عتيابي. أنت لبست عتيابي أعطيته إبرة البنج وظهرت من الكلينيك. وفلات الله جاي على المحبس صليت المسبحة بالكنيسة وفت لجوا على الأوضة يلي أسلم فيها الروح مر شربل وقعدت قبال الصورة وصرت أحكي وقال له يا شربل أنا عايز منك هيك، أنا بدي هيك، هؤلاء الطب ما قدروا يعملوا معي شيء، أنت بدك تشفيني، ما تخلي كل أعجوبي بسمعها موضع شك براسي، اعمل معي اعجوبه وانا بعرف انك قادر تعمل هالاعجوبه لهالسبب ما تخلي الشك يقرب مني. هون حسيت بالصوره انه عم بيسمعني مر شربل بس مش قادر يحكيني، لدرجه انه كنت عم بعيط وصوتي طالع. بيجي الناطور بدق لي على كتفي بيقول لي استاذ ما تعيط، فكرني عم بحاطط الايرفون بدايتي عم بحكي التليفون. بقول له انا عم بحكي مع مر شربل اتركني. حكيت معه شي ربع ساعه وظهرت كفايه صلاتي بالكنيسه وبس وصلت قدام باب المحبس برا بعد مترين ثلاثه من بين هالصخرات شلت تراب حطيتهم على التياب من برا محل الموجودين التقليل وبرمت وجهي على المحبس وقلت له انا ما راح انساك بدي منك ما تنسيني. وكفايه صلاه لوصلت على الباركينج تبع السيارات لتحت على سيارتي ودورت وفلت وبقيت على طول انا كل ليله بصلي، كل العالم بتصلي وكل العالم مؤمنه، كل ليله بصلي فرضي بس قبل ما انام بقعد بالفرش وبصلي ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه وبذكر مر شربل بالصلاه، بذكر جميع القديسين بس مر شربل تحديدا بصلاه خاص وبقول له ذات الجمله اللي هن انا مش نسي بس هو ما ينسين. هيدي كانت بتشرين الاول. بتاني سبت من كانون الثاني 2020 يعني بعد حوالي 3 اشهر بتفاجأ انه انا وعم بتحمم بشوف التواليل كتير شكلهم مزعج وكتير عم يوجعوني وكتير عم بيرعوني. بتحمم بزعل هيك نهار السبت بعد الظهر الساعة 4 وبروح على شغلي بكفي شغلي وتاني يوم الاحد بوع الساعة 9 غسلت وجهي وبدي فوت على التواليت لقلبو ستيبي لروح على القداس بلاقي التواليل اختفت كلها. ما بعرف الفرحة ما ساعدتني، يعني بقدر اقول لك او اقول انه اللي بيسمع باعجوبة ابونا لويس يمكن بحسها اكثر منا، اللي بيسمع باعجوبة بينبسط يكون عنده فرح. كيف اللي صار معه؟ سوري بعتذر. اللي بيقشع بيفرح اكثر، اللي بيقشع محل الاعجوبة او بكون شيء فقابل او شيء. بس كيف اللي بيلمسها او اللي بتكون هي معه صايره الشغله اللي بيحسها، يعني في فرح وسرور داخلي ما بيتقاوم.
ما له حدود. أنا بشكر مار شاربل، بشكر كل قرايبي وأصحابي وأصدقائي اللي ساعدوني وصلوا معي، بشكر أبونا لويس على هالنعمة اللي عطيها مار شاربل، بشكركم كتلال مير مقدم برامج وموظفين معك الله يحميهم الله يعطيهم العافية، بشكر كل قرايبي، بشكر أهلي، بشكر عائلتي، وبالأخص بشكر والدتي. الوالدة عمرها 93 سنة ما بتترك المسبحة وعامل معها أكثر من عجوبة مار شاربل. وليلة اللي أنا صحيت كان ظاهر عليها مريم العذراء وعضتها شيء وقلت لها بتعطيهم لابنك حارس. نحن تسعة بالبيت نقتني أنا. فسر الحلم. فسر الحلم مار شاربل. ربنا كبير ويسوع يبارككم ويبارك الكل. تعتبر بالآخر أنه لما قلت له لمار شاربل أنا مشتركك ما تتركني، تمت بشهر كانون الثاني 2020 وتم الشفاء. بدي اشكرك حارس ونرجع لك ابونا لويس. قديش ممكن الالحاح والطلب للالحاح مع القديس شاربل يسمع القديس شاربل ويشفع لدى الرب يسوع؟ دائما ناطر رجوعنا، ناطر صرختنا، وقت الواحد بيصرخ معناتها في ايمان، ناطر صرختنا له والرب دائما بيستجيب. اطلبوا تجدوا، اقرأوا ويفتح لكم. هنا رح نتابع مع الشفاء رقم 20. السيدة لور جوزيف فرح زوجة سمير زكريا أم لولدين ومقيمة في الفنار ببيروت، وكما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية إنه بسبب وعك صحي دخلت إلى المستشفى، فتبينت بعد الفحوصات أن المرارة ملتهبة، فاضطرت تخضع لعملية جراحية تشيلوا لها المرارة، لكن بخطأ طبي الطبيب أصلى مجرى الكبد، وبدأت مرحلة العذاب والأوجاع، فالالتهابات وصلت إلى أعلى مستوى، فلم يعد عندي كريات حمراء والكريات البيضاء وصلت إلى 30,000. وبما أنني وصلت إلى الموت ما بقى في مجال، قرر الأطباء إجراء عملية جراحية تقوم على وصل مصران من معدتي محل مصران الكبد، مكان المجرى الطبيعي، وعلى أساس أنه كل هذا دائما بده فلتراج كل مدة بنتفوت على المستشفى يرجع يفتح له إياه لأنه بيسكر. كللت العملية بالنجاح وعدت إلى الحياة بشفاعة مار شاربل. استأخذت صورته معي إلى غرفة العمليات ووضعت تحت رأسي، وكنت مجبرة كل سنة على دخولي إلى المستشفى لفتح الشريان بسبب تسكيري، إلى أن أخذت بركة مار شاربل بعد الصلاة له وطلب شفاعتي عند الرب يسوع ونعمة شفائي. بس أخذت البركة كانت أنظمات الكبد فوق 500، وبعد البركة أصبحت 36. تم شفائي بشفاعة القديس، فجئت مرفقة بالتقارير الطبية برفقة زوجي للشكر مار شاربل، وسجلت الأجوبة بتاريخ 19 أيلول 2009. بطلت بحاجة أنه تعمل عملية سنوية لتنظيف الشريان، تم الشفاء كليا. الأعجوبة رقم 21 مع نجوى إبراهيم. الأعجوبة رقم 21، السيدة نجوى نخل إبراهيم وكيلي زوجة مردوس أنطون دمرجان من موليد عمان وأم لخمسة أولاد. كما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقرير الطبي، لأكثر من 20 سنة عانيت من مرض التهاب الكولون المزمن ومن احتباس السوائل في الجسم وعدم المقدرة على التبول الطبيعي حتى ما أخذ العلاجات، فتورم جسمي كثيرا. تعالجت في المستشفى الإيطالي على يد الدكتور يوسف نجمي والدكتور أحمد الأشرم وعدة أطباء غيرهم، ولم يتم شفائي. وبما أنني متعبدة لمار شاربل ابتدأت بالصلاة طالبة شفاعته عند الرب، وشاركت في تلاوة المسبح مع المحبين، وبقوة إيماني شفيت فورا. إنه بس خلصوا المسبحة حست بحالة بدأت تبول،
وأفرغت كل الماء بجسدها وارتاحت، جدت الفحوصات، خاصة راحت لعند الدكتور أحمد سامي عبد الذي بعد الكشف أوقف كل العلاجات والأدوية وهنّاها بشفائها. فجاءت مع زوجها للشكر مر شربل وسجلت الأجوبة بتاريخ 19 أيلول 2019. هنا بالشفاء رقم 22 نروح على سوريا، لكن كان حابب لؤي يجي ولكن يمكن لظروف معينة ما قدر يكون معنا. الطفل لؤي يوسف رحال من مواليد 2011 الذي سوريا علوي، مقيم مع والدتي في الزلقة بلبنان. كما تخبر والدته عن حالة ابنها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية، أنا الموقع عندنا إيمان والدة لؤي أفيد بأنني شاهدت إصفرارا تحت عيني ابني، فذهبت به فورا إلى الدكتور جميل الفرخ في الأزاعي، فطلب مني إجراء فحص بول لابني، فذهبت إلى مختبر سان جورج، ولما شاهد الطبيب النتيجة قال لي إن وضع ابنك الصحي ليس جيدا، فإن عنده مشاكل في الكلاوي وعليه أن يخضع لعلاج مع أكل يقتصر على الخضار وشرب الماء بكثرة. وفي هذا الوقت كان ابني يتهيأ لقبول سر العماد واختار اسم شربل في العماد، وتمت العماد سر العماد ب 9 أيلول 2019. وبعد العماد ظهر مرشربل عليه دون أن يرى وجهه وقال له: لأنك سميت اسمك على اسمي راح أشبيك. ولما قام من نومه وأخبرني بالحلم ذهبت به فورا إلى عيادة دكتور جمال الفرخ، حيث جدد له الفحوصات فتبين بنتيجتها أن لؤي يتمتع بصحة جيدة وكل المشاكل الصحية التي كان يعاني منها اختفت كليا. سلمه التقرير الطبي وجاء مع والدته لشكر مر شربل المتعبد له منذ صغره، وسجل الأعجوبة بالتاريخ 26 أيلول 2019. صبي لؤي. فنشكر الله. شفاء عام 23 أمونا السيدة أولكا ماريا فيكتور مسعود من مواليد القمشلي سوريا، متأهلة من السيد جوزيف توما من سوريا. كما تخبر عن حالتها: إنني لما بلغت من العمر قرابة 3 سنوات تدأت بتنزيل البحث مع البول، فنقلت إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات تبين أن كبدي مضروب ومعطل ولا يقوم بدوره، وبما أنه مريض توقف عمل الكلوتين مما أوجب على الأطباء خضوعي لغسيل الكلاوي. وضع الصحي ميؤوس منه. قال الطبيب لبيي، قال له: بنتك عم بتموت، وهون ما في عندنا لا متبرعين ولا مكنني لعلاجها، إذا فيك تسفرها لبرا. فذهب بي والدي إلى ألمانيا لكي أعالج هناك، فأدخلني والدي إلى مستشفى إليزابيث حيث زرع لي كبد من أحد المتبرعين بأعضائه، وكذلك تبرعت والدتي بكليتها فتم زرعها وتحسنت أوضاعها الصحية تدريجيا. ولما بلغت من العمر 18 سنة تعرفت على الشاب جوزيف المغترب في ألمانيا سوري الجنسية وصار زوجة، وأخبرته بكل تفاصيل حياته وأنه من الممكن أن لا يكون عندنا أطفال لأنني ممنوعة من الحمل، ولأنه يحبني راضية بي كما أنا وتزوجنا، وقال لي: خلي موضوع الحمل على الله. وبتاريخ 4 أيلول 2018 جئت لزيارة مر شربل مع والدتي بعد 8 سنين من زواجنا، حيث طلبت والدتي من مر شربل أن يرزقني بولد وتسميه شربل وتلبسه ثوب مر شربل وتعمده بمر شربل. وبما أنني قمت بزيارة ولا أحمل من المال نقدا، فقد كتبت طلبي على ورقة كلينكس ورميتها أمام القديس. وبعد عودتي إلى ألمانيا بأسبوع تبين حبلي
قرر الأطباء إجهاضي، فرفت حتى تعطلت كلوة من كلاوي تبين من جديد، فولدوني بالشهر الثامن، وظهر علي مار شربل وأعطاني هذا التاريخ 19 أيلول 2019. ولم أفهم ماذا يعني هذا التاريخ إلى أن كررت القدوم إلى لبنان لعمادة ابني شربل، حيث مانع الأطباء سفري إلى لبنان بسبب توقف الكلوي، ولكن قبل السفر رجعت مشي الكلوي، لذلك سمحوا له بالمجيء إلى لبنان. هلا طلع تاريخ العماد هو 19 التاريخ 19 أيلول 2019. فإجت سجلت عجوبة عطاء الولد، وبالوقت ذاته شكرت مار شربل اللي خلص لابنه وخلصها هي. ومن هيك بنوصل لختام حلقتنا لليوم. بنلاحظ انه قديش القديس شربل متجذر في البلدان، يسمع صراخ المؤمنين، وقديش يمكن لاحظنا كمان انه من غير معمدين عم بيتدخل لحتى، او من غير لبنانيين من سوريا من الاردن من منتشرين باقاصي الارض عم يتدخل مار شربل بشفاعته. مار شربل بهمه يوصل الناس لله، علامة ربنا حتى قدامنا تيدلنا للطريق الملكوت بكل الطرق بيستعملها حتى يجمع الناس كلها سوا لله. حتى بلبنان يعني ليش عمل احتفال 22 هلا ابتداء من نيسان 1950 ب 22 نيسان فتح قبره أول مرة، برمم قبره جديد كمان ب 22 تشرين 1982، ورجع عمل احتفال 22 مع نهاد الشامي. شو بيرمزوا هال 22؟ تيجمع لبنان كله، لبنان مقسوم إلى قسمين 8 و 14. المنون 8 بيكون 14، 14 و 8 بيعملوا 22. تيجمع لبنان كله سوا يصلي له. وعم بيجمعوا للمسيحية كمان برات لبنان. صار في كذا بلد، 15 بلد برا عم يعملوا مسيرات ب 22 مسيرة. بلبنان في عنا شي 15 رعية كمان عم يعملوا مسيرات ب 22. يعني حابب انه هالنهار 22 يكون يجمع فيه قد ما فيه من البشر حتى يوجههم لله، يتلاهوا يتناسوا هالسخفات والاشياء اللي عم تصير حتى يوجه الناس لله. شكرا لك ابونا لويس. مثل ما بلشنا حلقتنا وحكينا عن عناية وقمة عناية، رح نختم حلقتنا اليوم مع ترتيلي من دار عناية المشهور. يمكن ترتيلي هيك لمحت لها ببداية الحلقة حضرتك، من إعداد وتصوير وإخراج الأب إلي قرقميز. مشاهدينا بنوصل لختام حلقتنا لليوم، هيك متمنى أنه تلة عناية اللي حاملة اسم القديس شربل وضريح القديس شربل موجود بهالمكان هيدا تبقى منارة لكل شخص بيطلب نعمة الله بشفاعة القديس شربل. على أمل نلتقى فيكم بموعد جديد. نترك عندكم سليم ربنا وشفاعة القديس شربل، وإلى اللقاء. Thank you.